أهلا بكم من جديد. مسك الختام هذا الصباح مع الموسيقى. الموسيقى بالشق الأكاديمي والموسيقى بالشق الإبداعي. وبجوز يعني إحنا بنحكي عن بجوز الجهد الأكاديمي الذي يهدف إلى خلق مبدعين. واليوم وفي هذا الصباح معنا دكتور محمد زهدي، واحد من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الموسيقى في جامعة اليرموك في كلية الفنون الجميلة. صباح الخير. صباح وأهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. صباح النور. يعني احنا بصراحة بنفتخر انه نشوف ببلدنا موسيقيين محترفين على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى الإبداعي، والأستاذ محمد زهدي الدكتور محمد زهدي واحد منهم. اهلا وسهلا فيك. تسلمي. شكرا. كيف الواحد بحب الموسيقى؟ هذا هيك سؤال عم بخطر على بالي كبداية. يعني يمكن هل هي موهبة ربانية؟ هل هو تعليم؟ هل هو ميراث؟ ممارسة؟ احكي لنا اكثر. يعني اذا بتلاحظي الأغلبية بحبوا الموسيقى وبحبوا يستمعوا للموسيقى. أما موضوع إتقان الموسيقى ممارسة الموسيقى أكيد بحاجة إلى موهبة. طبعا هو علم واسع جدا وبيشبه الرياضيات حتى دقيق. يعني طبعا هي موهبة من رب العالمين، ومن ثم يتم صقل الموهبة من خلال العلم. بالتأكيد. عم بتلاحظ من خلال شغلك كمدرس للموسيقى أنه في إقبال من الناس على أنها تتعلم موسيقى؟ والله بالفترة الحالية في تطور. أكيد طبعا من إقبال الناس، بتحب الناس تدرس. طبعا. وفي فرص عمل مثلا؟ إذا بدنا نحكي دائما نقول إنه بدنا ندرس إشي بالجامعة يخلينا نشتغل بعد ما في فرص عمل للموسيقيين دكتور؟ والله للموسيقيين المبدعين نعم وبيمتهنوها أكيد في فرص عمل. وعم نشوف أسماء ما شاء الله أردنيين عم بيشتغلوا بالدراما في العالم. أكيد طبعا. بالتأكيد. طيب أنت يعني موسيقي محترف في كل المجالات، ولكن أكثر شيء العود صديقك وحبيبك والآلات النفخية. ممكن نسمع شيء على العود دكتور محمد لو سمحت؟ إن شاء الله نحاول نسمع شيء خفيف هيك لطيف الصبح، ارتجالات بسيطة على آلة العود.
صحيح هذا عزف أكثر من رائع. يعني أنا بالفعل قليل ما أتحمس وأزقف كمذيعة، لكن أنت بتستاهل والله يعني كل الإعجاب، لأنه بجوز هذا أغناك عن الحديث عن نفسك. عزفك رائع جدا، والعود بيشبهنا وبيشبه قلوبنا وبيشبه وجداننا كثير، بيشبهنا وبيأثر فينا كثير إحنا كعرب وشرقيين يعني. فأبدعت أبدعت عن جد. السؤال الأخير، بإيش بفكر بمشروع الشخصي دكتور محمد زهدي؟ والله مشروعي الشخصي التميز على الجانب الأكاديمي، في الجانب الأكاديمي من أبحاث في الجانب الموسيقي تتعلق في الآلات الموسيقية وفي التعليم الموسيقي. رائع. وبشكل آخر في لي مشروع شخصي أنا يتعلق في المؤلفات والمقطوعات الموسيقية. إن شاء الله قريبا بنشوفها، وإحنا رح ننهي معك دكتور زهدي، ولكن على آلة أخرى اللي هي الناي برضو، اللي برضو بيشبهنا وبيشبه إحساسنا إحنا كشرقيين. بدنا نودع المشاهدين معك إن شاء الله. بدي أقولهم شكرا على حسن المتابعة هذا الصباح، والنهاية مع الرائع الموسيقار الأردني اللي بنفتخر فيه محمد، دكتور محمد زهدي، وآلة الناي اسمها الناي. نعم نعم، تفضل.